من جهته أكد المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي للفيروس كورونا أكد إجراء أكثر من 12 ألف فحص للتصدي للفيروس، مشيرا إلى أن اتباع النصائح والإرشادات الطبية كان له أثر كبير في عدم انتشار الفيروس. مع حتى تزايد عدد الحالات بسبب كشفنا وبسبب رصدنا لهذه الحالات، إلا أن للحمد لله جميعها كانت حالات هي مستقرة ولم تكن يعني خارج الحسبان. إذا تبون تحبون تعرفون الأعداد اللي تم يعني الفحوصات، إحنا ما شاء الله خلال الحين دخلنا الأسبوع الرابع تقريبا كشفنا عن أكثر أو عملنا عدد فحوصات تفوق ال 12 ألف فحص. بلغ العدد الحالات القائمة إلى هذا اليوم إلى 58 حالة قائمة، جميعها كانت إلى من خارج البحرين. بما يخص خطة الإجلاء، بلغ عدد الأشخاص اللي أثبتت عليهم إصابتهم بالفيروس 85 حالة من أصل 165. مع العدد اللي هو اللي ذكرته 58، طبعا الحمد لله تم خروج 77 شخص من العزل الصحي، وطريقة خروجهم كانت حسب اتباع التعليمات اللي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. عملنا عليهم الفحوصات خلال فترة خروجهم وتأكدنا من خلوهم من الفيروس، وفي نفس الوقت تم عزلهم في المنزل لمدة 4 أسابيع، وستكون هناك متابعة طبية خلال أسبوعين من خروجهم من العزل الصحي. مع خروج 77، لا ننسى هناك يبقى عندنا أشخاص موجودين في الحجر الصحي. حاليا عندنا 214 شخص بفضل من الله سبحانه وتعالى، خرج كم كبير منهم اللي هو 174 شخص من الحجر الاحترازي، كملوا 14 يوم. احنا اخذنا حتى خطوة سباقية ان تم فحصهم قبل خروجهم من الحجر وتم تأكد بخلوهم من الفيروس، وهناك متابعة من الصحة العامة لهم. طبعا تم اجراء جميع الفحوصات المخبرية للتأكد بعدم وجود الفيروس للأشخاص المصابين بفيروس الكورونا، وهذا حتى ليحد انتشاره في المجتمع.